اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. اهلا بكم يا اولاد في الملاهي الكبيره قوي 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 اللي تعجبكم جدا. مش هصدقوا فيها النهارده هنقعد فيها ساعتين بحالهم، نقدر احنا نختبر كل حاجه فيه. بقى معانا سلايم ومعانا حاجات كده رهيبه هتعجبكم قوي، كل واحد بقى يلف يقول لي رايه. واو انا مبسوطه جدا ان انا جيت الملاهي الفظيعه دي، انا بحب قوي ان انا اختبر الحاجات الرهيبه الغريبه الغريبه دي. في كمان في ساعتين ده احنا معانا وقت كبير جدا. انا كمان بحب اختبر الحاجات الغريبه قوي. طيب نروح نلعب بيهم ونشوف يا ترى دول عباره عن ايه. ايه ده؟ واو بصوا ملاهي كبيرة ازاي، انا مش قادرة اصدق دي ملاهي كبيرة جدا. وفي سلايم وفي وحش الزومبي وفي هنا اللي هو البول هو شبه الايموشن ده، وفي كمان كذا لعبة بيضة الديناصور. واو ده شكله هيكون يوم جامد قوي، انا بحب كده ان اكتشف حاجات غريبة. يلا يا اولاد كل واحد فيكم يتوزع ويروح يشوف هيلعب بايه، وزي ما قلتلكوا قدامكم ساعتين بس ومحدش يؤذي نفسه بأي حاجة. اوكي ماشي حاضر. اوكي واو انا مبسوطة جدا. ده هنا في سائل السلايم لونه اخضر ده وفي سائل لونه اسود. يا مام ده شكله فعلا مرعب قوي اللي جاي من القنبلة اللي قدامنا ده بتاعت الجمجمة. وفي كمان كرة الزومبي اللي هناك دي انا عايز اروح العب بيها، شكلها فعلا لذيذ جدا. ايه ده؟ بصي سائل اللزق ده لونه اخضر، يا ده شكله مقزز قوي. وفي كمان حاجه بتعوم كده جوه شايفها. ايه مين كده؟ اكيد مفيش حاجه بتعوم ولا حاجه. ايه ده؟ دي سلحفه نينجا تيرتلز ده ولا ايه؟ يا مامي اتخضيت قوي من السلحفه اللي كانت هناك. تعالوا يا ولاد اتفرجوا على سلايم الفظيع لونه اسود ده، ده شبه الايه الزيت بالظبط بتاع الايه القراصنه. الله ده جامد جدا. بصي السلايم الاسود ده افكر ان انا احط ايدي جوه واخش جوه البرميل الاسود اللي هناك. ايه ده هتعملي كده ليه يا لينا؟ ايوه انا بقولك انا عايزه اخش جوه البرميل الاسود اللي جوه ده واشوف ايه اللي هيحصل في السلايم الاسود اللاصق ده. يا لهوي حد يلحقني حد يلحقني، انا رزقت انا رزقت مش عارفه اعمل ايه. حد ينقذها يا اولاد عشان هي فعلا شكلها مضحك جدا وهي مرميه كده على الارض. الحمد لله انتوا انقذتوني، انا كان هيجرالي حاجه جوه في سائل السلايم المخيف ده فعلا. مريتي طلعت جباره مكناش فاكرين كده. ايه ده؟ بص الوحش اللي ورانا ده شكله فعلا حلو قوي، لونه بني ده مطلع لنا لسانه. واو بصي كور الزومبي. ايه ده؟ الله شكلهم وحوش جامدين جدا ومخيفين قوي وراسهم شكلها مرعبه جدا. ايوه وفي كمان كده زي اخطبوط ورا لونه احمر، شايفه ده شكله فعلا مرعب قوي. طب بقولك ايه، ما تيجي تدوس على السلايم ده نقعد نلعب فيه ولا نعمل اي حاجه بنفسنا بدل ما احنا زهقانين كده؟ طيب ماشي انا ما عنديش اي مانع، انا اصلا مبسوطه جدا ومبهوره قوي بالحاجات الفظيعه اللي هنا. ايه ده؟ والله بص ده الصلصال الذكي عادي في لون احمر نبيتي كده ولون اخضر. اللون الاخضر اصلا شبه التعبان قوي، حاسه ان هو تعبان عملاق. ايوه بصي انا هقف كده عليه وانتي وقفي عليه قولي لي بقى ايه رايك فيه. الله ده شعور حلو جدا لما تقف عليه كده جوه، تحس ان هو يعني مضاد للتوتر كده مريح قوي. ايه ده؟ بص انا عملت بنفسي كوره، ايه رايك فيا؟ انا قلت لكم يا اولاد ما تلعبوش بالاسلوب ده، فضل بقى طلع صاحبتك من الصلصال الذكي ده وقلت لكم ما تاذوش نفسكم ولا تبهدلوا التانية. حاضر اوكي احنا اسفين مش هنعمل كده تاني. انتوا اشقى اتنين اصلا هنا موجودين، خلي بالكوا ده اخر تحذير ليكوا، لو عملتوا شقاوة تاني هرجعكوا العربية. ايه وكل شوية لازم يزعلنا؟ هو مفيش غيرنا ولا ايه؟ حاجة تقرف. متشغليش بالك انتي دلوقتي، تعالي بس نروح نشوف الايه بيوت الديناصور دي عبارة عن ايه ونقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. ايه ده يا ماما؟ بصي بيوت الديناصور دي فقست وطلعت ديناصور صغير، يا لهوي ايه ده؟ الله ده بصي ده يوم جامد جدا جدا. بصي انا بقى عماله استحمى في السائل اللزق اللي هو السلايم ده اللي طالع من بيت الديناصور، شكله جامد جدا. واو ممكن نقعد بقى نريح هنا شويه. يلا وريت حكايه اتاخرنا خلاص كده بقى ميعاد الباص لازم ان احنا نمشي دلوقتي. لا وانا طب نقعد 5 دقايق كمان لحسن احنا هنا مرتاحين جدا في الايه في البتاع ده.
خلاص خلاص لازم احنا نمشي، احنا هنسمع الكلام خلاص وهنروح دلوقتي الباص. يلا يا ولاد عشان كده اتاخرنا. قولي لي اكتر حاجه عجبتكم في الملاهي ايه. والله احنا كل حاجه عجبتنا، بيت الديناصور دي كانت فظيعه، وكره الوحوش الزومبي دي كانت رهيبه. ايه ده في كمان فوم هنا، الله انا عايز اخد غطس كده بقى فيه جامد جدا. ما تيجي ننط انا وانتي ونشوف ده عباره عن ايه، ايه رايك؟ اتمنى يا صحابي يكون القصه الفظيعه دي عجبتكم. بليز قولوا لي في الكومنتات رايكم فيها، انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.